بلغ الناس هذا الهضره ما يتكلمش عليه، انا ما نتكلمش فيها، بلغ الناس تفضل. فالاهداف واحد، بلغ الوينرز، انا بلغ الوينرز كاين فيه بزاف ديال الحوايج مزيانين. تكلموا على ما وقع بيراتس، وتكلموا على صحافة اللي يسموها صحافة الملقاء إلى غير ذلك، كتمالوا التواصل كل شيء جميل. أنا كنقول كنت كنتظر من الوينرز من باب الشجاعة الفكرية والأدبية، كما كتبوا واحد مجموعة من البلاغات التنديدية بالاسم ديال المغربي والاسم ديال أسامة عطلة ولا بالأسلوب ولا بالأسلوب ولا واحد. كنت أقول هذا الشيء اللي قالوا الوينرز راح نقول شحال هذه، كان المفروض أنهم يعتذروا. أنا كنقول كان من باب الشجاعة الفكرية ومن باب النزاهة الفكرية اعتذروا، وإن كانوا اعتذروا بطريقة أخرى. أنا صراحة ملي كنقول لك حنا خصنا نفصلوا السياسة على الرياضة. ما فهمتهاش بزاف. لا لا أنا فهمتها. أنا فهمتها وشرحها. هذا راه موقف سياسي. هذا راه موقف سياسي. ملي كنقول ما غنمشيش للانتخابات غنقاطعوا الانتخابات، هذا راه موقف سياسي. موقف سياسي، المشاركة دوك الوينرز راه خداو موقف سياسي. شغلهم هذاك. غير ما يقولوش هما راه حنا خصنا نفصلوا السياسه على الرياضه. ثانيا خصني نعرف واحد المسؤول الاول ديال الفرق ديال الوداد الرياضي راه في البرلمان. البرلمان ولا القادم لا وبحزب سياسي، ما بقيناش كندوزوا البرلمان الا منتمين، ما بقاش عندنا البرلمان الا منتمين في المغرب، راه بحزب سياسي. دونك اش التناقض؟ المساله الثالثه ملي كتدخل الحزب هنا وتخرج الحزب هنا الى غير ذلك. شوف فلتكن لنا الشجاعه ونسمي الاسماء بمسمياتها. من الاسماء التي تريد تحطيم فرق الوداد الرياضي الان من خارج الوداد الرياضي؟ يقولوا لنا نعرفوه، يكون عندهم شجاعه ويسموه. انا بالنسبه لي كان واحد النوع ديال الخوف، بالاضافه الى التناقض، بالاضافه الى غياب الشجاعه الادبيه، بالاضافه اقولها واسفا واسفا انهم تاخروا كثيرا في قراءه ما وقع بيراتس.